لكل موظف شجرة، مبادرة أطلقتها مديرية مجاري نينوى لزراعة أكثر من 500 شجرة في الجانب الأيمن من الموصل، ضمن محاولات لتحويل المساحات الشاغرة إلى أراضٍ وغابات خضراء تخفف عن سكان المدينة آثار التغيرات المناخية والعواصف الترابية. أطلقت مديرية مجاري نينوى حملة بعنوان لكل موظف شجرة. الهدف من هذه الحملة هي مشاركة كافة أبناء محافظة نينوى لغرض حماية بيئة المحافظة من التصحر، وأن تكون البيئة نقية ومدينة خضراء. اختارت المديرية مقبرة في وسط الجانب الأيمن من أجل استغلال مساحتها الشاسعة وتحويلها إلى غابة صغيرة، فيما يعزم ناشطون على إطلاق مبادرة أخرى تحت عنوان من كل دار شجرة من أجل زراعة آلاف الأشجار داخل الأحياء السكنية. تحت عنوان لكل موظف شجرة تقوم مديريتنا بتشجير منطقة مقبرة وادي عقاب للقضاء على التصحر والجفاف ولتلطيف الأجواء، بالرغم من البلد يعاني من الجفاف وقلة الأمطار وقلة الأشجار. ورغم الحديث عن مشاريع مستقبلية للحكومة المحلية بإنشاء أحزمة خضراء حول الموصل، إلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى ميزانيات مالية تفتقر إليها في الوقت الحالي، مما يجعل المبادرات التطوعية إحدى السبل البسيطة لمواجهة العواصف الترابية التي تجتاح البلاد. أتربة وتصحر أكو بهذه المنطقة، يعني الغبار، وهذه خاصة نحن بهذا الجو يعني نعاني الجفاف وقلة الأمطار، فهذه مبادرة طيبة نشكرهم ونحث الأهالي بالمحافظة على هذه الأشجار. أكثر من 20,000 شجرة زرعتها بلدية الموصل خلال الفترة الماضية، فيما زرع متطوعون أكثر من 10,000 شجرة، ويخططون لإطلاق مبادرة يصل حجم الطموح فيها إلى 1,000,000 شجرة على الأقل. مبادرات شبابية بالأمس لزراعة الأشجار، واليوم مبادرات حكومية لكن بأرقام خجولة، والعراق يحتاج إلى ملايين الأشجار من أجل مواجهة الزائر الأصفر. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.